مرحبا بكم. أشياء كثيرة ومواقف غريبة تحدث كل يوم، ولولا الكاميرا لما استطاع أحد أن يراها ليصدقها. في هذا الجزء الثالث سنقدم لكم عدة لحظات لو لم تسجلها الكاميرا ما كان أحد ليصدقها. المرتبة الأولى، السيد بيرنارد ويليامز وصل إلى منزله في يوم عاصف وكانت ابنته تصور لحظة عودته. هذا الرجل كان محظوظا جدا لأن في الوقت الذي غادر فيه السيارة ضربت صاعقة بالقرب منه وكادت أن تودي بحياته. هذه هي اللقطة. المرتبة الثانية، الفيديو التالي يظهر مجموعة عمال يقومون بالحفر، ولكن ما لم يتوقعه أي واحد منهم هو ما سيجدونه بالصدفة تحت الأرض. لقد صدموا بعد رؤية دب ضخم يخرج من الحفرة ويهرب بعيدا في الغابة. شاهدوا المقطع. المرتبة الثالثة، المجازف. من يصدق بأن ما قام به هذا الرجل حقيقي؟ لقد أقدم على خطوة خطيرة جدا. كان راكبا مع سائق متهور لم ينتظر عبور القطار فقفز من السيارة للهرب، ولكنه كاد أن يتسبب في موته. هذا هو الفيديو المصور. المرتبة الرابعة، راكب هذه الدراجة النارية سيجعلكم تحسون بالغضب والإعجاب به في نفس الوقت. أولا بسبب سرعته المجنونة التي اصطدم بها مع سيارة، وثانيا بسبب الطريقة التي أنقذ بها نفسه من الموت. المرتبة الخامسة، عندما نفكر في الفهود فإننا غالبا ما نتخيلها تطارد حيوانات أخرى كالغزلان من أجل اصطيادها، ولكننا لا نتخيل أبدا هذه المفترسات قادرة على اصطياد أضخم طائر في العالم. هذا بالضبط ما وثقه المقطع التالي. في المرتبة السادسة، كاميرا المراقبة أمام محل تجاري التقطت كيف أفلت راكب دراجة هوائية من خطرين كاد أن يودي بحياته. الأول الشاحنة المسرعة على يساره والتي كانت خارجة عن السيطرة، والثاني إحدى عجلاتها التي انفصلت عنها واتجهت نحوه. هذا هو الفيديو.
إذا أعجبكم فيديو اليوم لا تبخلوا علينا بالضغط على زر إعجاب، اشتركوا في القناة وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم. إلى الحلقة القادمة، دمتم في رعاية الله وحفظه.